في ظل هذه الجائحة الصحية التي نعيشها، بات التعليم الإلكتروني ضرورة حتمية والطريقة المثلى للحصول على المعلومات. لذلك فإن الهيئة التدريبية في جامعة الكويت بشرت في هذا النوع من التعليم بشكل تجريبي الآن، حتى يتم الانطلاق بشكل رسمي الشهر المقبل. كاميرا الأخبار حرصت على تصوير إحدى المحاضرات عن طريق التعليم عن بعد ورصدت تفاعل الطلبة فيها. التعليم الإلكتروني هو منظومة تعليمية، الهدف الأساسي منه هو نقل المعلومة للطالب بغض النظر عن مكان وجود أو زمان الطالب. بهذه الكلمات عن أهمية التعليم عن بعد، بدأ أستاذ التعليم الإلكتروني بجامعة الكويت الدكتور فهد الشمري محاضرته عن طريق الأونلاين. مثله مثل باقي الكثيرين من الكوادر التدريسية في جامعة الكويت الذين بدأوا يطبقون هذا النوع من التعليم بشكل تجريبي قبل الانطلاقة الرسمية الشهر المقبل. التعليم الإلكتروني طبعا لها عدة مميزات، من المميزات أنه لا يرتبط بمكان أو زمان معين، والآن جت فرصة يعني في جائحة كورونا الآن هو يعني أكبر فائدة التعليم الإلكتروني أنه ما نرتبط في مكان معين أو زمان معين. أيضا في التعليم الإلكتروني يفيد الطالب أنه ما يشيل هم أي شيء إلا دراسته، ما يشيل هم الجامعة والمصافط، الآن الطالب في بيته وتجيه المعلومة على طبق من ذهب، ما عليه إلا فقط أنه يعني يدرسها ويتفاعل معها ويطبق المشاريع والواجبات. في ظل هذه الجائحة يدرك الطلبة اليوم أهمية إكمال تحصيلهم الدراسي بهذا النوع من التعليم والذي يرونه الطريقة المثلى لحصولهم على المعلومات. هو من ناحية صعوبة لا أدري ما في صعوبة، يعني البلاتفورم وايد سهل الدخول والاستخدام الحمد لله. بعدين هم جامعة الكويت ما قصرت، سوت دورات وايد تقريبا مدة شهر كامل بس دورات. والحمد لله يعني والمادة سهلة الفهم، خصوصا ان كل شيء موجود، يعني احنا بس علينا ان نحضر ونشوف الوضع وندرسه بس. البرنامج جدا سهل وهي تكنولوجيا جديدة، يعني ممكن تساعدنا احنا كطلبة وتكسبنا خبرة جديدة. جهوزية كاملة للمنظومة التعليمية في جامعة الكويت بتوفير أحدث المنصات، إضافة إلى المهارات الشخصية والفردية التي يتفنن المحاضر بتطبيقها وتوفيرها لإيصال المعلومات إلى الطالب بطريقة مشوقة وسلسة. عندي صبورة إلكترونية موجودة في البرنامج، وأيضا مرات أنا أحتاج يعني الصبورة العادية هذه لأوضح للطالب أو أني بعد أشد انتباهه أكثر أنه يركز معي في المقرر، علشان أعيش جو التعليم التقليدي، ما بي يعني ينسى التقليدي نهائيا، فأنا أستخدم هذه الصبورة طبعا في يعني في الكلاس عدة مرات لشد انتباه الطلبة، وأيضا أساس لا يعتمدون نهائيا على الإلكتروني. التعليم الإلكتروني اليوم بات ضرورة حتمية لسد الفجوة التعليمية التي أحدثها فيروس كوفيد-19. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.